اليوم انطلاق اجتماعات الدورة 58 للهيئة الفنية لمياه نهر النيل بين مصر والسودان برئاسة وزيري الري في البلدين. لجنة إعادة الانتشار في الحديدة تعقد أولى اجتماعاتها غدا، والوفد الأممي المكلف بمراقبة وقف إطلاق النار يواصل مهامه. البنتاغون يؤكد أنه تم توقيع أمر انسحاب القوات الأمريكية من سوريا، وتوقعات بأن يتم الانتهاء منه في مدة تتراوح بين 60 إلى 100 يوم. العاشرة صباحا في القاهرة، الثامنة بتوقيت جرينتش، موعد نشرة إخبارية جديدة تأتيكم من قناة النيل، أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن استقلال القضاء سيظل ركنا أساسيا من بنيان المجتمع وحصنا للعدالة والدستور. وخلال اجتماعه مع أعضاء مجلس الهيئات القضائية، شدد الرئيس السيسي على الاعتزاز بقضاة مصر الذين يحملون رسالة العدل مرتكزين على قاعدة من التقاليد الراسخة التي اكتسبها القضاء المصري الشامخ على مر العصور. وأكد الرئيس السيسي أهمية مساهمة المجلس في مواصلة تطوير النظام القضائي المصري العريق وتعزيز دعائمه لمواجهة متطلبات تحقيق العدالة في ضوء المتغيرات والتحديات التي تشهدها الدولة بما يتناسب مع حاجة المجتمع ويتفاعل مع معطياته. تنطلق اليوم فعاليات الاجتماع الثاني للدورة 58 للهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل بين مصر والسودان، والذي يعقد في القاهرة خلال الفترة من 24 إلى 30 من ديسمبر الجاري. يفتتح فعاليات الاجتماع محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، ونظيره السوداني محمد خضر. ويأتي الاجتماع في إطار الاجتماعات الدورية التي تعقدها الهيئة في كل من الخرطوم والقاهرة لبحث القضايا الفنية المتعلقة بمياه نهر النيل ودفع سبل التعاون المشترك لمواجهة الصعوبات والمعوقات التي تواجه البلدين في إدارة مياه نهر النيل. وللمزيد من المتابعة والتفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور يسري خفاجي المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري. دكتور يسري، بعد التحية، يعني جدول أعمال هذه الاجتماعات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لاجتماعات الهيئة الفنية دائما مشاركة لمياه النيل، هي اجتماعات بتمثل عمق العلاقة بين مصر والسودان بموجب اتفاقية عام 1959 اللي هي بإنشاء الهيئة، ومن خلالها تم إنشاء الهيئة عام 60. جدول الاجتماع النهاردة هيناقش موضوعات هامة جدا في مجال الموارد المائية بين البلدين، ودي بتتمثل في دراسة مشروعات تقليل الفواقد ولزيادة إيراد نهر النيل. هيبقى في حاجات كثيرة جدا، منها مقاومة نبات الهايسنت اللي هو ورد النيل اللي موجود في الأنهار والفروع الأنهار وفي نهر النيل في السودان وفي مصر. مشروعات التعاون الفني بين دول حوض النيل من الموضوعات الهامة جدا التي سيتم طرحها على طاولة الاجتماع. شؤون دول حوض النيل والعلاقات الدولية وما يتبعه ذلك من مشروعات التعاون الفني بين دول حوض النيل، هيكون في تطرق لملف صد النهضة؟ أبصف عندهم تاني، هو ملف صد النهضة هو ملف له طبيعة، الطبيعة بتاعته إن مصر والسودان وأثيوبيا مشاركة فيه، والدول الثلاثة عازمة على استكمال المفاوضات بما يحقق ويلبي رغبات شعوب الدول الثلاث ويحقق التنمية ولا يتسبب في أضرار على دول مصابة مصر والسودان. لو ما نتكلم على مشروعات اللي حضرتك التعاون الفني بين دول حوض النيل، هناك مشروعات أخرى بين مصر وجنوب السودان، مصر والسودان، مصر وتنزانيا، مصر وكينيا، مصر والكونغو، رواندا. بتجد ان مصر بتمد يد العون للاشقاء، فهي بتطرح هذا ايضا للشقيقه السودان من خلال اجتماعات الهيئه الفنيه الدائمه المشتركه على ابراز الجهود التي تبذلها مصر لتعظيم ايراد نهر النيل وتفعيل التعاون بين جميع الدول. ايضا متابعه الفيضان واعمال التنبؤات على نهر النيل، دي من الامور اللي هي هيتم مناقشتها. متابعة محطات رصد هيدرومناخية في مصر والسودان عشان نقدر البخر ونتوسع في أنشطة
الهيئة. ويمكن أنا أقول لحضرتك تاني، سيد الوزير السوداني السيد الوزير مهندس خضر في مقرر أنه يلتقي وزير الكهرباء أيضا السيد الدكتور محمد شاكر لبحث أوجه التعاون الثنائي في مجال الربط الكهربي فيما يخص مجال الربط الكهربي. طب دكتور يسري، يعني الصعوبات والمعوقات اللي بتواجه البلدين في إدارة ملف مياه نهر النيل؟ بص يا فندم، هو في موضوعات نقدر نقول تاني، المحطات الرصد والقياس اللي هي موجودة يجب أن يتم تطويرها بشكل دائم، واخد بال سعادتك، أساس يبقى القياسات بتدي مدلول حقيقي لكلا البلدين. زي ما قلت حضرتك تاني، الموضوع تقليل الفواقد في نهر النيل دي محتاجة مشروعات ثنائية يتم من خلالها تعظيم الاستفادة بكل قطرة مياه في نهر النيل بدل ما بتهدر في مستنقعات. لذلك مصر متواجدة في السودان من خلال مشروعات تعاون بيتم من خلالها إزالة الحشائش من الأخوار ومن مسارات الأنهار والروافد في دولة السودان الشقيق، وده من شأنه تزويد أو نقدر نقول زيادة الإيراد بدل ما هو المياه بتدخل في مستنقعات ولا يتم ورودها إلى السد العالي والبحيرة ناصر التي من خلالها يتم توزيع المياه بين مصر والسودان بشكل أساسي. موضوع البحر أيضا، فهناك مشاكل من البحر في عمق البحيرة وسعتها، فده الأمور مطروحة لإيجاد حلول فنية، حلول هندسية. أنشطة الهيئة كمان يجب أن تمتد، ممكن الهيئة تدعم في دول في مشروعات التعاون الثنائي في دولة أخرى، يبقى تعاون ثلاثي ما بين مصر والسودان ودعم دولة أخرى إن شأنها أيضا تعظيم الوارد من المياه من هضبة البحيرات الاستوائية على سبيل المثال من أوغندا، من تنزانيا، من الكونغو. المياه التي تأتي من البحيرات الاستوائية وتمر في بحر الجبل وفي النيل الأبيض حتى تصل إلى الخرطوم ومنها إلى السد العالي إن شاء الله بيكون. إن شاء الله. دكتور يسري خفاجي المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، أشكرك جزيل الشكر يا دكتور يسري. عاشت مصر آمنة. تجري كل مديريات الأمن انتشارا مكثفا بالمحاور والشوارع والميادين والمنشآت الهامة، إضافة إلى دور العبادة للتعامل الفوري والتصدي الحاسم إلى كل من شأنه تعقير صفو أجواء احتفالات رأس السنة الميلادية وعيد الميلاد المجيد. كما تم الدفع بقوات بحثية وخدمات سرية وشرطية نسائية، إضافة إلى الاستعانة بكلاب الأمن والحراسة لتفتيش محيط المنشآت. تدابير وإجراءات أمنية تتخذها وزارة الداخلية استعدادا لاستقبال احتفالات عيد الميلاد ورأس السنة الميلادية بكافة المحافظات. فقد قامت مديريات الأمن بالبدء في تنفيذ خطط أمنية واسعة النطاق للحفاظ على الأمن والنظام ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها وصورها وتحقيق الانضباط وتوفير كافة وسائل الراحة والأمان للمواطنين. انضباط واستعداد كامل للقوات المشاركة وجاهزية عالية للتعامل بفاعلية وبحسم مع ما يستجد أمنيا وأي خروج على القانون من خلال تدريب يؤهلهم لذلك، مع تزويدها بالعدة والعتاد التي تتيح لها التحرك السريع والتعامل الفوري. تضمنت الإجراءات التي اتخذتها مديريات الأمن تعزيز الوجود الأمني ونشر الخدمات الشرطية بنطاق دور العبادة بعد انطلاق القوات من سكناتها بكامل التجهيزات. وأن
نشر الأقوال الأمنية مع الدفع بقوات التدخل السريع كداعم للخدمات الأمنية على الطرق والمنشآت الهامة والحيوية، وتكثيف انتشار الارتكازات الأمنية المسلحة بكافة المحاور المرورية والمناطق الهامة والحيوية ودور العبادة، وتجهيزها بالعناصر المدربة على التعامل الفوري مع كافة المواقف الأمنية للحفاظ على الأمن والنظام من خلال التصدي لكل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن. وكثفت مديريات الأمن من الخدمات المرورية في جميع الشوارع والمحاور الرئيسية لتسيير الحركة المرورية، وكذلك الطرق والشرايين الرئيسية الرابطة بين المحافظات، ويشرف على تنفيذ هذه الخطط الأمنية بالمحافظات مدير الأمن لضمان الدقة في تنفيذها مع مراعاة البعد الإنساني في التعامل مع المواطنين. وتبعث وزارة الداخلية من خلال هذا الاستعداد والانتشار الأمني بكافة المحافظات برسالة ردع لكل من يخالف القانون، وأنها سوف توفر المناخ الآمن للمواطنين للاستمتاع بأجواء الاحتفالات مع التزام الجميع بتعليمات الأمن والتعاون مع رجال الشرطة لتنفيذ خطط التأمين، لتدق أجراس الكنائس وترتفع ترانيم الميلاد وسط هذا الجو الآمن الذي توفره الأجهزة الأمنية. تواصل المدارس الثانوية بمحافظات المرحلة الأولى التسعة عمل المسح الطبي لفيروسي والأمراض غير السارية وفقا لمبادرة رئيس الجمهورية، وبدأت المستشفيات والمراكز العلاجية صرف الأدوية بالمجان للتلاميذ الذين ثبتت إيجابيتهم لحمل المرض التي لا تتعدى 3% من عدد المتقدمين. أكثر من 450 ألف طالب بالمرحلة الثانوية بالمحافظات التسع تم فحصهم للوقاية من فيروسي، وجاءت محافظة الإسكندرية أكثر المحافظات إقبالا من قبل الطلاب الذين وصل عددهم إلى أكثر من 96 ألف طالب. المبادرة يتم خلالها تحويل الطلاب الذين ثبتت إصابتهم بفيروسي إلى المراكز العلاجية لتلقي العلاج بالمجان. نسبة العلاج في الطلبة مش كبيرة قوي، بس احنا بدأنا فعلا العلاج بالنسبة للطلبة. أول منطقة بدأنا فيها العلاج الفيوم. الطلبة تقريبا دلوقتي حوالي 300 واحد أخذوا علاج. طالب بيبقى عارف ان ده حاجة في صالحه، فطبعا بيقدم، بدليل ان احنا بعض الحالات المرضية بتكتشف من خلال الحملة وبيتم علاجها بالمجان. إقبال الطلاب على فرق المسح الطبي بالمدارس يؤكد وعيهم الكامل بأهمية المبادرة للقضاء على فيروسي. مبادرة كويسة طبعا، الأول كان فيه خوف قليل، بس ازاي خاف حاجة لمصلحتي، هم جابونا هنا عشان يكتشفوا الأمراض اللي عندنا، الحاجات المستخبية. لا هي حملة كويسة، بس أنا كنت خايفة شوية، بس لا إن شاء الله تبقى حلوة، مفيش حاجة تخوف. هي مش بتفيدني أنا شخصيا، هي بتفيد الشعب كله، ودي حاجة كويسة. واحنا طبعا بنشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ان هو نزل لنا المبادرة دي، لان هو بجد عايز يعمل مجتمع بدون اي امراض، واول مرض ان هو يدي عليه فيروس سي. تواصل عمل فرق المسح الطبي للقضاء على فيروس سي والامراض غير السارية وتوافد الطلاب عليها بشكل كبير يؤكد وعي المجتمع باهمية المبادرة وخلو مصر من المرض بحلول عام 2020. محمد حلمي، النيل. تحت شعار التصنيع طريق المستقبل اختتم مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي نسخته الخامسة التي عقدت تحت رعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي. شهد المؤتمر حضورا مكثفا من الوزراء وصناع القرار والمشاركين الذين تخطى عددهم أكثر من 1500 من رجال الأعمال والمستثمرين. اختتم مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي الخامس فعالياته والتي استمرت على مدار يومين تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، وخلال الجلسة الختامية تم الإعلان عن البيان الختامي وأهم التوصيات التي طرحت خلال الجلسات المختلفة. أهم التوصيات اللي خرجت بها هذه الجلسة كالتالي: وضع ضوابط لاحتساب الضرائب العقارية على المصانع بتراعي طبيعة الصناعة، مراجعة القرار الخاص باحتساب رسوم للتأمين الصحي بنسبة 2.5% خصما من الإيراد دون النظر لنتائج الأعمال من أرباح وخسائر، وإعادة النظر في توقيت بدء تنفيذه، تحديث الماكينات وتدريب العمال على العمل وفقا للتكنولوجيا الحديثة المتبعة في دول العالم. 2. العمل على المشاركة في المعارض الدولية بعدد أكبر من الشركات المصرية وتعيين وتنويع المعروضات بها
وخلال جلسات المؤتمر التي تضمنت 6 جلسات عامة وفرعية تحت شعار التصنيع طريق المستقبل، ناقش المشاركون ملفات عديدة وعلى رأسها الصناعة ومشاكل التصدير والتنمية العمرانية والسياسات المالية. ولكل الوزراء والنواب ورجال الصناعة والأعمال الذين شاركونا بفعالية في مناقشات جادة ومهمة عن حاضر الصناعة ومستقبلها في 6 جلسات مهمة عن الاستثمار والسياسات المالية واستراتيجية الصناعة والتنمية العمرانية وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والأساس والصناعات النسيجية والاستثمار في سيناء. احنا محتاجين حوار مجتمعي مستمر في كافة القضايا. هذا الحوار هو أولا بيطرح العديد من الأفكار، بيواجه وبيحل الكثير من التحديات اللي بتقابلنا، والحاجة الثانية وهي الأهم إن هو بيبني الكثير من جسور الثقة بين كافة أطراف المجتمع. جاء المؤتمر في إطار حرص دار أخبار اليوم على المساهمة الفعالة لمساندة جهود الحكومة بطريقة عملية وإيجابية في طرح جميع الرؤى المستقبلية والاقتراحات التي تدفع بعجلة الاقتصاد القومي لينطلق نحو الأمام متخطيا كل الصعاب والعقبات. على مدار يومين حرص مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي في نسخته 5 على تسليط الضوء على أوضاع الاستثمار والتنمية والتصدير وأيضا التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، وذلك عن طريق الجلسات المختلفة والتي شهدت حضورا كثيفا من قبل الوزراء البرلمانيين ورجال الأعمال والمستثمرين في شتى المجالات. ندى إبراهيم، النيل. قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوغاريك إن لجنة إعادة الانتشار برئاسة الجنرال باتريك كاميرت سوف تعقد أولى اجتماعاتها غدا لبحث تنفيذ وقف إطلاق النار وفقا لاتفاق السويد. وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين. في غضون ذلك يواصل الفريق الأممي المكلف بمراقبة وقف إطلاق النار مهامه في الحديدة بهدف مراقبة وقف إطلاق النار في المدينة وتنسيق عملية انسحاب المقاتلين منها. جهود حثيثة تبذلها الأمم المتحدة من أجل حلحلة الأزمة اليمنية. كبير المراقبين المدنيين للأمم المتحدة المكلفين بالإشراف على تنفيذ اتفاق الحديدة الهولندي باتريك كاميرت وصل إلى العاصمة اليمنية صنعاء من أجل حث المتمردين الحوثيين على التعاون من أجل إنجاح الهدنة الهشة. مصدر في الأمم المتحدة صرح أن كاميرت بحسب الاتفاق والذي تم التوصل إليه في السويد سيقوم بتقديم تقارير إسبوعية حول التزام الأطراف بتعهداتها والخاصة بوقف إطلاق النار. وتأتي زيارة كبير المراقبين المدنيين بالأمم المتحدة إلى صنعاء بعد زيارته للعاصمة اليمنية المؤقتة عدن، والتقى خلالها مع مسؤولين في الحكومة المعترف بها دوليا. وبحسب الأمم المتحدة فإنه من المقرر أن يعقد الفريق الأممي في الحديدة أول اجتماع للجنة المشتركة بين طرفي النزاع في 26 من الشهر الجاري. ويسيطر المتمردون الحوثيون منذ عام 2014 على الحديدة والتي تعرضت لهجوم كبير من قبل قوات الحكومة الشرعية. ويسري وقف إطلاق النار هش في الحديدة بينما يتبادل الطرفان منذ الثلاثاء الماضي اتهامات بخرق الاتفاق. أعلن متحدث عسكري أمريكي أن أمر انسحاب الجنود الأمريكيين من سوريا تم توقيعه، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يتم سحب تلك القوات ما بين 60 إلى 100 يوم.
وينتشر حوالي 2000 جندي أمريكي في شمال سوريا حاليا، جزء منهم من القوات الخاصة التي تشارك وتنسق القتال ضد تنظيم داعش الإرهابي، وتدرب قوات سورية وكردية في المناطق المستعادة منه. بدأت تركيا تعزيز مواقعها على جانبي الحدود مع سوريا، بينما اتفقت أنقرة وواشنطن على تنسيق الانسحاب الأمريكي من سوريا. ودخلت قوافل تركية سورية عبر بلدة قرقميش التركية الحدودية التابعة لإقليم غازي عنتيب بجنوب شرق تركيا. وذكرت مصادر تركية أن القوافل عبرت إلى منطقة يسيطر عليها ما يسمى بالجيش السوري الحر، وأنها في طريقها إلى جبهات القتال بمنبج. وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه بحث في اتصال هاتفي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان الملف السوري وانسحابا بطيئا ومنسقا بدقة للقوات الأمريكية من المنطقة. في ظل الوضع المتوتر في شمال سوريا بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحب القوات الأمريكية من هناك، شهدت المنطقة تصعيدا جديدا من قبل القوات التركية، حيث أرسلت أنقرة تعزيزات عسكرية قرب منطقة تسيطر عليها القوات الكردية التي تتوعدها أنقرة بهجوم عسكري جديد. نحو 35 دبابة وغيرها من الأسلحة الثقيلة وأفراد من القوات الخاصة التركية عبرت معبر جارابلس الحدودي على متن ناقلات مدرعات. وبحسب شهود العيان ينتشر جزء من العتاد العسكري والجنود في نقاط على الحدود، بينما عبر البعض إلى داخل سوريا عبر منطقة البيالي الواقعة على بعد 45 كيلومترا من مدينة منبج شمال سوريا، والتي كانت سببا للتوتر بين أنقرة وواشنطن. جاء ذلك على الرغم من تصريحات سابقة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن بلاده ستؤجل عملية عسكرية مزمعة ضد وحدات حماية الشعب الكردية في شمال سوريا. التحركات العسكرية تأتي في وقت حذر فيه مسؤولون أكراد من أن أي هجوم تركي يعني انسحاب مسلحيها من جبهة القتال الأخيرة ضد تنظيم داعش الإرهابي في محافظة دير الزور. كانت أنقرة قد أعلنت الجمعة الماضية أن تركيا ستتولى المعركة ضد تنظيم داعش الإرهابي في سوريا مع سحب الولايات المتحدة لقواتها، مضيفا أن العملية العسكرية المزمعة ستستهدف كذلك وحدات حماية الشعب الكردي. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن باتريك شانهان مساعد وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس سيخلفه وزيرا للدفاع بالوكالة في الأول من يناير المقبل، في موعد أقرب من الذي قرره ماتيس لسريان استقالته في نهاية فبراير المقبل. وقال مصدر مطلع إن ترامب شعر باستياء من الاهتمام الذي أحيطت به رسالة استقالة ماتيس بعد قرار ترامب الانسحاب من سوريا. يواصل رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي جهوده لإكمال التشكيل الوزاري رغم الخلاف السياسي بين الكتل التي يعصب بوجهه في كل جلسة تمرير الوزارات الشاغرة. كان المهدي قد قدم طلبا إلى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي يتضمن أسماء المرشحين للوزارات الشاغرة المتبقية خلال جلسة البرلمان، كما يعتزم المهدي عرض جميع الأسماء المتبقية بمن فيهم وزراء الداخلية والدفاع، وطلب تأجيل طرح مرشح وزارة العدل لوجود خلاف سياسي، مشيرا إلى وجود بدائل في حال رفض المجلس الأسماء التي سيطرحها عبد المهدي. إلى بيروت، حيث تظاهر المئات في العاصمة اللبنانية احتجاجا على الفساد المستشري في مؤسسات الدولة وسوء الأوضاع المعيشية في بلد لم تتمكن القوى السياسية فيه منذ 7 أشهر من الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة. لبنان الذي يعاني من تراكم الديون وركود اقتصادي أصبح في حاجة ماسة إلى حكومة يمكنها الشروع في إصلاحات اقتصادية متوقفة منذ فترة طويلة، غير أن الكتل السياسية في لبنان أبت أن تعيد الاستقرار المفقود إلى لبنان، حيث قبل عدة أيام بدت إمكانية التوصل لاتفاق على حكومة جديدة بقيادة رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري قريبة
عندما ساعدت جهود وساطة في تدليل العقبات نحو حل آخر لمشكلة كبرى كانت تتعلق بالتمثيل السني في الحكومة. وظهر الخلاف بشأن التمثيل السني عندما قالت مجموعة من النواب السنة متحالفة مع حزب الله إن من حقهم الحصول على حقيبة وزارية تعكس مكاسبهم الانتخابية، لكن الحريري قاوم مطلبهم. وبموجب حل وسط وافقت مجموعة الستة المؤيدة لحزب الله على أن تمثل في الحكومة بشخصية أخرى تكون مقبولة من جانبهم، بحيث يقدم كل نائب من الستة اسم شخصية ويختار الرئيس اللبناني ميشيل عون أحدهم. لكن النواب السنة الموالين لحزب الله سحبوا تأييدهم للمرشح السني الذي اختاره عون وهو جواد عدرا، لأنه لم يعتبر نفسه ممثلا حصريا لهم. اللبنانيون من جانبهم رفضوا بقاء الأوضاع الاقتصادية والسياسية كما هي، وتظاهر المئات منهم بالعاصمة بيروت احتجاجا على الفساد المستشري في مؤسسات الدولة وسوء الأوضاع المعيشية في بلد لم تتمكن القوى السياسية فيه منذ 7 أشهر من الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة. وأمام مقر رئاسة الحكومة في وسط بيروت هتف المتظاهرون مطالبين بإصلاح النظام ومحاربة الفساد ووقف هدر المال العام، وارتدى عدد محدود منهم السترات الصفراء احتذاء بالاحتجاجات التي تشهدها فرنسا منذ أسابيع. وتوجه المتظاهرون لاحقا إلى شارع الحمراء وأغلقوا الطريق الرئيسية، ووقعت صدامات محدودة مع قوى الأمن اللبنانية والتي منعتهم من مواصلة طريقهم. ويعاني لبنان البلد ذو الموارد المحدودة من نقص في تأمين الخدمات الرئيسية وعلى رأسها الكهرباء والمياه، وتعاني بنيته التحتية من الترهل وهي بحاجة ماسة لإعادة تأهيل. اقتحم 118 مستوطنا يهوديا بينهم عضو الكنيسة المتطرف يهودا جليك الأحد المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي الخاصة. وتمت الاقتحامات عبر مجموعات صغيرة ومتتالية استمعت إلى شروحات حول أسطورة الهيكل المزعوم. وندد وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطيني الشيخ يوسف إدعيس باقتحام المستوطنين للأقصى المبارك. أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية أنها جاهزة لإجراء انتخابات عامة بعد إعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قرار المحكمة الدستورية الفلسطينية بحل المجلس التشريعي للسلطة الفلسطينية والدعوة إلى انتخابات تشريعية خلال 6 أشهر. وقال المدير التنفيذي للجنة إن الانتخابات المقبلة تواجه تحديات داخلية تتمثل بتمكين عمل اللجنة في كل محافظات الوطن الشمالية والجنوبية، الأمر الذي يتطلب وجود توافق على إجراءات الانتخابات. وقال صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير إن قرار حل المجلس التشريعي ينسجم مع قرار المجلس الوطني بإنهاء مرحلة السلطة والانتقال إلى مرحلة الدولة. وأعرب عن استغرابه من تمسك البعض بالمجلس التشريعي، لا سيما أنه من مكونات المرحلة الانتقالية التي يطالب الجميع بإنهائها. نجح بطارقة ورؤساء كنائس القدس بالضغط على إسرائيل ودفعها لإلغاء طرح قانون يشرع تأميم أملاك وعقارات الكنائس للمرة الخامسة هذا العام عشية عيد الميلاد. وقالوا إن أعضاء في الكنيسة اقترحوا مجددا الخميس الماضي على اللجنة الوزارية للتشريع القانون العنصري الذي يقيد حقوق الكنائس والمؤسسات المسيحية في حرية التعامل مع ممتلكاتها، ويهدد الدخل المادي من تلك الممتلكات التي يدعم مهمة الكنيسة الإنسانية ورعاية الأماكن المقدسة.
وختام التذكرة بأبرز العناوين. اليوم انطلاق اجتماعات الدورة 58 للهيئة الفنية لمياه نهر النيل بين مصر والسودان برئاسة وزيري الري في البلدين. لجنة إعادة الانتشار في الحديدة تعقد أولى اجتماعاتها غدا، والوفد الأممي المكلف بمراقبة وقف إطلاق النار يواصل مهامه. البنتاغون يؤكد أنه تم توقيع أمر انسحاب القوات الأمريكية من سوريا، وتوقعات بأن يتم الانتهاء منه في مدة تتراوح بين 60 إلى 100 يوم. بعد قليل قراءة في أبرز عناوين الصحف المحلية والعربية والعالمية الصادرة صباح اليوم، نلقاكم بحول الله.